يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من فرنسا، يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا هناك. نعم. يقول عندنا مشروع بناء مسجد في قريتنا في فرنسا، ونسعى في جمع الأموال بين المسلمين. سؤاله: هل يجوز تعليق قائمة بأسماء الذين تصدقوا من أموالهم، وذلك تشجيعا لهم على إنفاقهم، وكذلك لإسكات من يشنع علينا هذا الجمع لأجل المسجد؟ هذا لأجل تشجيعهم، وهذا ما ينبغي. اللي ينبغي لمن يفعل الخير أنه ما يضيره ولا يقصد التشجيع ولا يقصد المدح، يكون خالصا لله عز وجل. وأما من ناحية أنكم تسكتون الذين يتكلمون في حقكم، لا مانع أنكم تسجلون التبرعات، تقولون من فلان كذا ومن فلان كذا، واللي تبرع ما يدري عن هذا. لكن قصدكم من هذا أنكم تجعلون حجة لكم على من يعترض عليكم. نعم.